الفن. يحيى الفن على هذه الأرض منذ مئات السنين. تجسدت صور هذا الفن بشكل نقوش على أبواب المساجد والجدران، وحتى على نافورات الماء التي مررنا بها دون أن ندرك. هذا التراث الفني هو الخط الحضاري الذي يحتوي في طياته على معاني ومعتقدات لا حصر لها. هذه الفنون والحكايات التي كانت هذه الأراضي موطنا لها منذ عصور، والتي رعتها العديد من الحضارات والثقافات، ترافقك اليوم في أماكن معيشتك. وولارت إسطنبول تضع بين أيديكم جماليات الخط العربي التي تجسدها لغة القرآن ودين التسامح الإسلام، وتاريخ المدينة العريق والقوي الأناضول بأسلوب مختلف وجذاب بمنتجات الزخرفة المعدنية. وولارت إسطنبول تجمع ما بين فنون الخط والتصاميم الحديثة من خلال مكائن عالية التقنية وخبرة في الإنتاج لما يقارب 100 عام، لتحول مساحات المعيشة الخاصة بكم إلى معرض فني بمجموعاتها الخاصة التي تجمع بين الأصالة والحداثة. إنه فن يغذي روح الفنان ويلهمه الإبداع الفني. إنها إسطنبول والأناضول، فها هي وولارت إسطنبول تأخذ إلهامها من هذه الأراضي ومن هذه الأماكن الإسلامية التراثية، وتعكس في تصاميمها البركة والطمأنينة وحب السلام المأخوذ من القرآن الكريم. في مصانع تصميم وولارت إسطنبول تلتقي جماليات الخطوط العربية الإسلامية مع المعدن لتنتج لوحات وتحف فنية لأجلكم. المنتجات التي شكلها مصممو وولارت إسطنبول بلمساتهم الحديثة بدقة واحترافية عالية لتأخذ مكانها في ممتلكاتكم. وبعد آلاف السنين تصبح النقوش التي شكلتها خطوط اللغة العربية نورا جديدا لكم، لينبعث هذا الفن المولود من قلب الأناضول وهو لغة القلب إلى العالم بأسره. لوحات الزخرفة المعدنية الفريدة التي تم تشكيلها في مصنع وولارت إسطنبول تصل إلى جميع أنحاء العالم لتزين منازلكم ومكاتبكم وأماكن معيشتكم بأحجامها وخيارات ألوانها المتعددة. تشكل تصاميم وولارت إسطنبول خياراً فريداً وفاخراً كهدية لأحبائكم بتغليف محكم وإرسال بعناية. الفن المعاصر الخالي من التقييد دائما إلى جانبكم. وولارت إسطنبول.